حتى بنزع مش عارف. لكن الايام يا استاذ ربنا يلا يا جماعه اللي بعد اللي عايز اقوله يلا يلا يحترم ادواره الفنيه عشان يقول لي لما اموت ما حدش يجيب سيرتي في حاجه وحشه يهز سمعه بناتي. هو راح يوم حلو قوي النهارده عيد الصغير، وهو عشان كان بيعمل خير كتير حتى في المعوقين اللي كنت بطلب لهم الادويه. كانش يتأخر، كل ما يسافر يجيب الأدوية للناس اللي عندهم إعاقات محتاجين أدوية من الدول العربية.